هم عملوا تحقيق كذا حد داس عليه ما ينفعش ده دم واحده قالوه ولعوا فيه حطوا رمل ما ينفعش رغم ان هي واحده مننا وان انتوا ازاي كله بيطبل له عادي طالما واحده ماتت كده هيبقى مبدعنا بقى اي واحد يتقدم لنا وحش ومش مناسب هيجي يموتنا طالما رفضناه كل هنا واقف عشان ضد ده صدقيني لا هي رفضته كذا مره واتعمل له كذا مره محضر في الاسم بعد التعرض وبرده اذاها ومحدش اتكلم والعميد بتاعنا يقول لك خارج اسوار الجامعه ايه اللي خارج اسوار الجامعه ما قدام جامعتك وهي داخله امتحانها وهو طالب في الجامعه وكله يعني كان في استهجان من الجميع للبيان اللي صدر والكل قال ان هو هزيل محدش تضامن معاه ومحدش قال ان هو هيجي جنازته امبارح كانت عامله ازاي اساسا لا كان في ناس من الجامعه بس لا ما كانش في حد ما تقوليش ان كان في حد احنا قالوا لنا ان عشان دي جامعه اسمها الاصل طبعا يعني يا جماعه احنا بنقدر الموقف اللي هم فيه وربنا يا رب يصبرهم ويجعلها اخر احزانهم يا رب طبعا زميلتهم وعشره عمرهم ربنا يا رب يعني خلاص يا جماعه يا استاذ كمان هي استاذ كمان طب انت عارفه ان الواد ده متطرف بقاله كتير اه يا جماعه عملنا ثلاث محاضر لحد دلوقتي عدم تعرض عدم تعرض وفي الاخر برضو بيتعرض له ما كانش في اي اجراء اتخذ ضده اي يعني خليه يمتنع عن يا حضرتك استاذ اشرف عامل ثلاث محاضر استاذ اشرف ده مدرسي من ابتدائي ويا صاحبتي من ابتدائي اللي هو طب بعد كده المفروض ان احنا نعمل ايه ثلاث محاضر بعد كده المفروض ان انا اعمل له ايه بقى حد يرد عليا لا 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 هي ان شاء الله تحط على الدوله ان شاء الله حقها يرجع وانزل لا ما ماتش خلاص بقى يعني كذا حد مات كذا حد مات وغيره 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 في المحل في اسم اول محل ما تقبضش عليه ما حصلش اي حاجه نيره كانت كويسه ومسالمه وما لهاش في اي حاجه وما بتكلمش حد يا واحده مركزه في حياتها الدراسيه والعمليه ومش عايزه جواز عموما مش هو بعينه ويقول لك لا ما تخليها تدي له فرصه دي فرصه في ايه واحد اصلا شكله شمام طيب هي نيره شايفين شكله شمام ربنا ينتقم منه يا رب معاكم نفس الدفعه لا اكبر منه اكبر منكم أكبر منك بسنه بس هو كان بس نفس الجامعه يعني وزميل نيره بس هو ما اعرفش تفاصيله هو ما كانش معاه عشان ما حدش يتعرض انا عايز اجيبه دايما والناس كانت فكرها كبيره هي صراحه احنا اثرنا بيها جدا لما كانت بتحصل في الفيديو والناس الوحشيه اللي حصلت فيها ده كان حاجة بشعة بالنسبة لنا ان احنا اول مرة نشوف حاجة زي كده هي دفعتنا بس ده مش مبرر ان هي رفضته ان هي مش مبرر خالص مش مبرر اللي حصل ده مش مبرر نهائي ان يحصل في اي بني ادم كده حتى لو كانت رفضتك او غلطت او حصل اي حاجة ما كانش مبرر ان يحصل كده بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيه القتل مش مبرر لاي حاجه اي حاجه يعني حتى احنا بالذات السبب الهايف ده او احنا بنصعب علينا لو مثلا حيوان صغير نقتله او نعمل فيه حاجه لو مثلا رجليه اتكسرت او حاجه بيصعب علينا ازاي هو يعمل كده اصلا في بني ادم من قد ما يقتلها يذبحها قدام الناس في الفيديو كده ما كانش ينفع خالص بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيه شفت الفيديو امبارح اصلا يعني شفت الفيديو ولا كنت متواجده هنا في الجامعه لا شفت الفيديو على الناس كانت نزلته على طول وساعتها حسيت ان انا صعبت بجد من المنظر كان صعب قوي هو صعب على الناس الكبير والصغير واحنا بنرسم الرسمه كان بجد بعد ما خلصنا حسينا ان احنا كلنا عايزين نعيط استأثرنا بشكلها بمنظرها فاكرينه واحنا فاكرينه في دماغنا لحد دلوقتي مين اللي خد القرار اصلا في الرسم يعني مين ممكن يكون بتفكري في ايه ممكن يتم تطبيقه علشان انت تحسي بالامان يعني ممكن اول حاجه ممكن نعملها ان احنا نحلل الطلاب كلهم لان بسبب المخدرات لان انا اول حاجه لما شفت المصدر ده انا قلت ان ده اكيد شارب او في حاجه مش طبيعيه هو اكيد شارب لان ما فيش حد بيعمل حاجه زي دي من بشاعه المنظر من بشاعه المنظر وقدام الناس انت قدامي الناس طب حتى تاخدها في مكان تاني لا قدامي الناس ودي ده مش انسان طبيعي ان هو يعمل حاجه زي دي ده اكيد شارب حاجه او في حاجه حصلت لدرجه ان هو يعمل حاجه زي دي فانا اول حاجه ممكن ان هم يقدروا يعملوا تحليل للطلاب كلهم او لعامه الناس لعامه الشعب تحليل للمخدرات لان معظم الطلاب اللي في قلب الجامعه بيتعاطوا مخدرات بتعاطوا الحقن كل حاجه فاكتر اقدر ان انا اقول لك يعني ما اقدرش ان في حاجه زي دي توصل الشخص غير المخدرات هي اللي تقدر تعمل حاجه زي دي
يلا ربنا يرحمها و... اللهم يرحمها يا رب. اعزائي المتابعين، مش في الجماعة هنا، انا تبع فريق ابطال الاهلية. تمام. تبع فريق ابطال الاهلية. استاذ احمد فضل هو يعني زميلها في الجامعة. تمام. هو اللي اقترح علينا فكرة ان احنا نعمل لها زي ما يكون صورة او اي حاجة لذكراها. تمام. قدرنا ان احنا نعمل يعني صورة تبقى الاصل ليها. تمام. يا عروسة الجنة وربنا يرحمها ويغفر لها وربنا يصبر اهليها. الصورة بدأنا فيها او البرواز عمدا خد من اننا يعني بدأنا من الساعة 12:30 تقريبا بالليل. قدرنا نخلصها على الساعة 3:30 4 بالكتير يعني. طبعا هو موقف ما كانش معمول حسابه ان هو حاجة زي كده تحصل، ويعني مفروض يعني الحكومة تاخد اجراء تجاهه. تمام. ده طبعا ما ينفعش اجراء اي يعني اي اجراء، ده اعدام. انتوا عاملين اللوحه هتدوها لوالدتها. طب مين بقى صاحب الفكره اللي اقترحها ان انت تروح هناك ان شاء الله وتدي الصوره؟ هو طبعا احمد فضل برضو. تمام. هو اللي اقترح علينا حاجه زي كده واحنا وافقنا ان احنا عاملينها. بعد ما عملناها قلنا ان احنا هنوديها لمامتها. تمام. طبعا هي ده اقل حاجه نقدر نعملها النيره. تمام. وان شاء الله لو في ايدينا نعمل اي حاجه ليها طبعا اكيد هنعملها، مش هنتاخر عليها في حاجه زي كده. رسمه على ان شاء الله اكيد. رسم مكان هنا ان شاء الله اكيد. انا احمد فضل رئيس فريق ابطال الاهليه وطالب في كليه اداب جامعه المنصوره. فيش احنا اتفاجئنا كلنا بالموضوع ان هو نازل على كل السوشيال ميديا بالحادثة، وللأسف كان بيتنشر الفيديو أثناء الموقف البشع اللي حصل، فكلنا ساعة كنا مصدومين بسبب الموقف بيحصل الصبح وجنب الكلية وفي منطقة حيوية زي المنطقة دي، فمحدش فينا كان مصدق ولا مقتنع باللي بيحصل. بس انت حضرت الواقع ولا شفت الفيديو؟ للأسف ما كنتش موجود، واللي عصبني اكتر ان للاسف كان كل الناس واقفه تتفرج، محدش فكر يتدخل، وبالذات ان الموضوع ما جاش بسرعه، يعني هو ما جابهاش في ثانيه الا ثانيه كان دبحها. لا، حصل مشاده وكان موضوع يعني كان ممكن حد يلحقها. الشخص اللي عمل كده ده كان معروف عمل زي في الجامعه؟ والله هو معرفتي بيه معرفه شخصيه بيه وبيها، بس هو كان طبيعي زيه زي اي حد. هو في ناس كتير بتقول اكتر من سبب، بس انا شايف ان يعني دي حاجه بيد ربنا، ومهما كان السبب مفيش سبب مقنع يخليه يعمل كده في بنت. واللي انا شايفه بجد ان هو لازم يتطبق، ودي حاجه لازم فعلا تتنفذ على مستوى الجامعه هنا، يتعمل تحليل المخدرات قبل كل امتحان، قبل ما الطالب يدخل الامتحان بتاعه الفاينل حتى يتعمل تحليل يتاخد منه عينه. لقيت ان هو بيشرب ماده مخدره ممنوع من الدخول، بس برضه ما تقنعنيش ان واحد دخل قتل بنت ودبحها هنا قدام بوابه توشكا هو عارف ان الامن هيجيبه وفي كاميرا فوقنا، هي يعني الكاميرا جايباه اكيد، فان هو يجي يعمل الحركه دي في مكان زي ده اكيد هو مش في كامل قواه العقليه. يعني مفيش، معلش، هو لو واعي شويه يعني كان ممكن يعمل مكان الحركه دي في اي مكان تاني، في مكان حتى يعني ما يبقاش متشاف فيه، لكن بتصرفاته دي وبالذات ان هو جايب السكينه معايا ومجهز ان هو يعملها كمان في المكان ده، يعني لقيته حتى ضربها بحاجه ما كانش مجهزها في ايده، احنا مش كلنا بنمشي بسكاكين يعني معانا، فبس فالموقف صعب قوي بجد بجد.